السلام عليكم. هذه الحصة اللي تطرقنا كملنا على الدرس ديالنا ديال في بي ا لونغاج بروغراماسيون في بي ا اللي كيحتاج لواحد التطبيق مستقبل اللي هو اكسل. تم الاختيار ديال اكسل، حنا بررنا علاش اختارينا اكسل، لانه هو اللي كيصلح لكم نتوما في الخدمة. المرة الأخيرة درنا التسجيل نتاع ماكرو، لأن قلنا هذا الفي بي آ عنده واحد الخصوصية أنه كيقدر يسجل هو بحال بداك الماكرو. هذيك الماكرو هي كتكتب الكود بلاصتنا، وعرفنا الأهمية ديال الماكرو بأن ذاك الماكرو نقدر إذا كان عندي واحد الخدمة اللي خصني نبدا نكررها ونديرها وأنا عارف يعني يعني لي زيتاب ديال المراحل اللي خصني ندوز منها، نسجلها وفين ما نحتاجها نعاود بحال الا صورت شي فيديو ونعاود ونرسل داك الماكرو هذيك ودير الخدمه بلاصتي. كان هذا هو الهدف ديال الدرس الماضي. دابا الدرس ديال هذا النهار بغينا حنا هذا الماكرو حنا نكتبوها بيدينا. وبالتالي اشنو درنا؟ مشينا الاكسل، داكوغ، مشينا الاكسل، حلينا بالت اف 11 حلينا الماكرو ديالنا. داكور، ملي حلينا الماكرو بغينا مشينا لهنايا اختارينا سوا غادي نمشيو لهاد انسيرسيون وغادي نكليكي على موديل، لان ملي كنكليكي على موديل هنا فين كتحلي هاد الواجهه هادي، وهاد الواجهه هي اللي كنقدر نكتب فيها الكود ديالي. اولا كنجي لهنايا فين عندي كلاستر، لان ديجا انا ملي كنحل اكسل هذاك الشيء اللي كيتحلي سميتو كلاستر. داك الكلاستر فيه مجموعه ديال لي فوي، وكاينين فيه موديل، وكاين فيه نقدر حتى يوزر فورم مثلا نستعملو وديس ورك بورك. هذا الشيء كامل مثلا غنطرقو له وحده بوحده ونشوفو الاهميه ديالو. دونك انا باش ندير هذا الموديل يعني عندي الاختيار سواء نمشي عبر انسيرسيون او كنجي لهنا وكنكليكي دروا وكنمشي كندير انسيرسيون، كيعطيني الاختيار ديال الموديل، كنختار الموديل لانه هو الذي يستقبل لي فيه الكود. حنا قلنا شرحنا المره اللي فاتت ان ملي كندير الكود كنجي هنايا غادي ندير غير صاب اللي هي كتعطيني مرجع لصاب روتين، صاب روتين اللي هي بروسيدور اللي هي ماكرو. داكوغ، هاد الماكرو كتكون عندها سميه، كنعطيها واحد السميه سميناها اكزومبل. السميه راه هضرنا عليها المره اللي فاتت، راه ما يمكنليش نبدا انا برقم ولا نبدا بسامبول ولا نبدا بشي حاجه من هذا القبيل. وانني الا جيت كتبت شي صاب اكزومبل ودرت ستابي اون بري، هاد بين قوسين وهاد السطر التالي اللي هو انت صاب راه كيتعطى لي بواحد الشكل تلقائي. واخا دابا انا درت هاد الصاب ودرت هادي، وهنا غادي خصني وهنا خصني نكتب الكود. حنا اول خدمه غادي نقوم بها هو اننا بغينا نديرو واحد 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 لانستركسيون، واحد الكود اللي غادي يقدر هاد الكود هذا شنو يدير لي، اللي غادي يقدر مثلا يدير لي لا سيليكسيون نتاعت واحد الخانه من الاختيار ديالي. الخانه من الاختيار ديالي غادي نقول انا، لحقاش انا ديجا ملي كنبغي نخدم باكسل، انا اكسل بالنسبه لي شنو هو؟ هو عباره عن خانات، مجموعه من الخانات اللي عند عناوين، وعباره على دي في. وهاد القوه ديال اكسل ملي جايه من القدره على الربط بين الخانات وبين هاد لي في هادي، هادو اللي هنا كيكون لحقاش كيكونوا عندي معلومات اللي كنقدر انني نربط بيناتهم، وعلى اثرها نقدر ندير يعني مجموعه من الحسابات، نرسم نشئ بيانات، نقدر ندير بزاف ديال الامور. ولكن كيخصني نعرف انا هاد الخانات كيفاش نقدر نتعامل معها عبر الكود. داكشي اللي كنتعلمو غنمشيو دقه دقه. هنايا داكشي اللي درنا، مشينا قلنا واخا قلنا نبداو غير بالحاجه البسيطه، انني الا بغيت نسيليكسيوني واحد لا سيلول قلت غادي نستعمل هاد الانستركسيون اللي كنستعملها، كنكتب هي الحروف الاولى وكنمشي للكلافي ديالي عندي داك كونترول، وكنبقى تاكي عليها بصبعي وكندير اسباس. كيزيد يعاونني اكسل كيقول لي اودي اختار واش باغي، كنقول له انا راه بغيت رانش، واخا لان رانج راني عارف من المره اللي فاتت هي اللي كتخول لي انني
نمشي باش نحدد المجال. رانج بلونغلي هي انترفال هي مجال. ومني كندير بارونتيز كيزيد يعاونني كيقول لي ويلا عطيني السيلول. يعني عندي الاختيار هنا سواء نعطيه مجموعه ديال لي سيلول ونفرقهم بالفيرغول داكور، اولا نعطيه هاد لي سيلول الا كنت غادي نختار اون بلاج، يعني واحد لي سيلول واحد الخانات اللي كيكونوا متتاليه وكندير لهم داك النقطتين، اولا كيكونوا واحد الخانات اللي كل خانه فين كاينه كنفرقهم بفيرغول كما وريتكم. ولكن اللي ما تنساوش هاد الكيومي هادي. غادي نجي بحال دابا مثلا غادي نقول له اعطيني غير الاف الاويت، اعطيني الاويت ما ننساش الكيومي وما ننساش نسد بارونتيز، واخا وخصني نقول له شنو بغيت ندير. ملي كنجي كنقول له هنا بوان كيقول لي شنو بغيتي، كنقول له انا بغيت دابا غير نسيليكسيوني، غير كنبدا له بالحرف الاول كيعاونني كيقول لي يلا اختار. ملي كنختار له كنقول له سيليكت، كنجي لهنا كنمشي كنرجع للاكسل ديالي. الا رجعت هنا كما شفنا نقدر نمشي هنايا للديفلوبور باش ما نبقاش قيل ماشي جاي، باش من لهنايا لان انا شنو الهدف عندي، ان يقدر يكون عندي هنايا مجموعه من المعلومات وهاد المعلومات انا باغي نشعل عليهم يعني حسابات، وما خصنيش نبدا نمشي انا اكزيكوتي من تما. كيكونوا عندي دير واحد الطابلو دبور، نقدر ندير واحد الطابلو دبور اللي يكونوا فيه عندي فيه غير هاد لي بوتون ومبدا نكليكي عليهم وهاد لي بوتون غادي يخدموا. واخا هاد البوتون نقدر نعطيه السميه باش ملي نجي نبدا نكليكي عليهم تكون عنده معنى، يعني واش باغي نحسب شي برودوي تي تي سي، واش شي تي فيا، واش يعني هاد الاخر كون كان يعني هاد لي بوتون خص تكون عند المعنى. غادي نجي لهنا نسميها بي تي ان عادي وصاف. واخا دونك هادي قلنا غاتسيليكسيوني لنا الاويت، نجي نكليكي عليها نمشي نلقى الاويت سيليكسيونات سي بون. غادي نجي لهنا قلت انا ما بغيتش هنا الاويت، صافي انا ما بغيتش الاويت، انا راه نقدر ندير نمشي نعطي واحد السميه لمابلاج. هادي درناها في الدرس الفرنسيه، غادي نسمي هادي مابلاج، نبدل لها السميه نسميها بي ام داكوغ. غادي نجي لهنا نمشي لهاد لابلاج هادي ونسميها غير من لهنا ام داكور، ونبقى غير في البوتون ديالي هنايا. هاني دابا هل هادي هي لا سيلول اكتيف، هادي هي الخانه دابا اللي زعما مشغله. هنا ملي كنجي كليكيت على البوتون ديالي عطيتو السميه ديال تي ام، ها هو مشى جابها لهنايا، واخا هو سيليكسيوني. دونك هذا هو اللي مطلوب. احنا فهمنا دابا كيفاش نقدر ندير انا، كيفاش نقدر انا من عن طريق هاد لونغاج دو بروغراماسيون في بي ا انني نمشي وندير سيليكسيون سواء عن طريق الخانه اويت، ولا عن طريق هنايا كاع نقدر ندير هادو من A5 لبنف. رجع لهنا A5 بنف، رجع هاد البوتون هو غيعطاني A5 والبنف، أولا كما درنا غير باش نبقاو شوية في المعلومات داكشي اللي كنقدموه باللغة الفرنسية يكون بحال اللي كنقدموه باللغة العربية. هنايا غادي نجي غادي ندير رانج، هنا نقدر ندير مثلا هنايا دو A6 دو بوان حتى ل H9 دو بوان، نسد البارونتيز وندير البوان سيليكت داكوغ، ونجي لهنا هانت هادشي. احنا شفنا كيفاش نقدروا اننا نمشي ندير السيليكسيون. دابا النقطه الثانيه اللي تطرقنا لها هو ان كيفاش نقدر ناكتيفي، يعني انا لهنا في اكسل كيكونوا عندي مجموعه من لي فوي، مجموعه ديال لي فوي
نقدر نعطيها كي اللي نعطيها السميه، كي اللي نخلي لها السميه ديالها اللي كيعطيه لي اكسل تلقائي، او كي كيسمي في 1 في 2 في 3 داكوغ. نقدر انا نجي نسمي هاد لي في. دابا انا كنقول كنكون كنشتغل في هاد على هاد على هاد لا في اللي فيها هاد الخانات، ولكن انا ربما عندي معلومات في شي في وحده اخرى. بلاص ما نمشي ونأكتيفي انا لا في بلا سوري ديالي، يعني كيفاش نقدر عن طريق البرمجه انني نديرها. هذيك شي اللي سميتها اكتيفاسيون في بار سون. دونك غادي نبداو بالاولى انني كنمشي لها بسميتها. دونك هذه درنا لها تي ام، دونك لو موكلي اللي كيتستعمل شيت داكوغ. ورا قلت لكم ملي كتبغي تسمي شي حاجه، كتبغي دير شي موكلي ولا ملي كتبغي دير شي حاجه كتستعمل كتستعن بهاد الكونترول اسباس. يعني نبدا هي بالاول وندير الكونترول نقتكي عليها وندير اسباس ونحل القوس داكور. انا بغيت نسمي سواء نسمي بلاندكس، احنا غادي نشوفوها. ولا عندي شي في وحده اخرى نجي مثلا نسمي هنايا جيراش ونسد الاخر الجيمي ونسد وندير نقطة وندير اكتيفيت. يعني بغيت هذه هي لافوي اللي تكون اكتيف، اذا هي اللي تكون نشيطة داكوغ. غادي نجي لهنايا شنو سميتها انا، سوا غادي نجي لهاد بلاصة نسميها في 3. جي انا بغيت نسميها جي اراش، وغادي نمشي عند هادي ديالي وغادي نقول لها ها هو مشالي جي اراش، وهو اللي اكتيفا هي لافوي، هي لافوي اللي اكتيف. ونقدر نجي هنايا الا بغيت هاد لافوي اكتيف، قول الله يخليك انا هادو هما الخانات اللي بغيت في جيراش. غادي نرجع لهنا لافوي ديالي، نقدر نرجع لهنايا نمشي للبوتون ديالي. لاحظوا بان غيمشي لي جيراش وغادي يعطيني داك الخانات اللي انا طلبت منه انهم هما اللي يكونوا عليهم سيليكسيون. عند تقدروا ترجعوا هنايا لو كود وتفيريفيو داكور. دونك هنايا اكتيفينا لا في بلو نون. ممكن اننا بلاصه لو نون الا فضلنا اننا نمشيو رقم مع واحد الاختلاف اللي هو بسيط، ان حذاري هنايا ديروا هاد الكومي. هاد الكومي كنديروه مع لو تيكست. هنايا كتعيط لا في هي بالرقم واحد ديالها، يا جوج يا ثلاثة يا أربعة. دونك انا الا اختاريت الرقم ثلاثة، اختاريت الرقم ثلاثة يعني انا راني هنايا راه غادي تمشي لي في 3. و الفوي اللي عندها البوزيسيون كتواجد على الرقم ثلاثة، الا حسبتو 1 و 1 2 3 دونك راني هنايا. واخا دونك هادشي واضح. هادشي اللي شفنا. واخا كاين هادي مهمه بزاف، هو هاد الاوفسيت. هاد الاوفسيت مهم بزاف، شرحنا هاد الاوفسيت هو اللي كيخول لنا نعرفوا كيفاش ممكن اننا نبداو نتساراو في داك لافو اكسل. يعني كيفاش نقدر نكون في واحد الخانه مثلا هنايا وغادي نقول اكسل الله يخليك راك انت هذه هي الخانه اللي عندك مشغله، الله يخليك سير لي لهاد الخانه هذه وهي اللي تكون اكتيف. لحقاش عقلوا على واحد المساله، شنو الهدف من لا سيلول اكتيف؟ علاش الهدف من لا سيلول اكتيف؟ لان ملي كتكون عندك لا سيلول اكتيف اي حاجه دخلتها عن طريق الكلافي غنلقاها هي اللي عندي تما. يعني اي خدمه غادي نبغي نديرها، غادي نلقاها كتندار لي في هاد لا سيلول اكتيف. وبالتالي راه مهم ان اكسل يعرف كيفاش يمشي من هاد الخانه هادي لشي خانه اللي عندي انا بها الغرض. لان الا مشيت لها اي حاجه طلبتو، بغيت ندير شي خدمه تما ولا نطلب شي كود يتندار ولا شي حساب يتندار ولا هادي، غادي يتندار في داك الخانه اللي اكتيف. واخ دونك هنايا كيفاش نقدر، حنا دابا حاليا كنفهموا غير كيفاش نقدر انني نمشي من خانه لخانه. من بعد مع الامثله اللي غيوضح لكم الاهميه نتاع هذا الاوفسيت لانه مهم بزاف. بعد الاوفسيت
الا لاحظتوا هنايا غادي نجي نعاود نكتبها باش نشرحوها. غادي نجي لهنايا ملي كنجي كندير اكتيفيت سيل هنا بحال كنطلب منه كنقول له الله يخليك راه داك الخانه اللي عندك اكتيف. يعني انا ملي كنجي لهنا بحال كتقول له اكتيفيت سيل وانا اكتيفيت سيل الا جيت كليكيت هنا راني في دي 18. يعني ملي غادي نكتب الكود غادي نقول له الله يخليك راك غادي تنطلق من داك دي 18 هذيك اكتيفيت سيل. يعني الخدمه اللي انا بغيتها على داك الخانه اللي حاليا راها في الى اكتيف. كنجي كندير له هاد البوان كنطلب منه انا الاوفسيت. يعني انا راه ما بغيتش انا راه ما عنديش الشغل ولا ما عنديش العمل على داك الخانه اللي اكتيف ولكن كنقول له ولكن من داك الخانه اللي اكتيف انا عارف راسي فين غادي نمشي. لحقاش ملي يكون عندي الجدول ديالي غادي نكون عارف راسي بانني في هاد الخانه راه الا مشيت على اليمين وعاود نزلت على اليسار ولا راه تما فين عندي الكالكول راه تما فين غادي نبغي ندير الكالكول. هنا كيقول لك الراو اوفسيت الراو بلونغلي هي الـ هي الـ هي الـ هي لا ليني والكولون اوفسيت هي الكولون. يعني غادي نقول له الله يخليك من الخانه اللي اكتيف من الخانه اللي عندك اكتيف غادي الا كتبت له هنا مثلا جوج جيت لهنا كتبت له واحد الا كنقول له نزل بجوج ديال الاسطر ورجع على اليمين بكولون واحد بوان سيليكت غادي نمشي لهنا غادي نمشي لهنا نجي لهنا. لاحظوا هذه هي الخانه اللي عندي اكتيف. يعني انا ملي قلت له نزل بجوج غيجي لهنا وعادي يمشي ادروات يعني خصو يطيح لي في هذا الاوفا ايفيكتيفمون طاح في الاوفا. دابا الا كانت عندي اللي اكتيف هي الاوفا غادي نجي نقول له بغيت نفهم الموا انا هذا الموا بغيت نفهمها غادي نجي نفهمها غير على الكولون غادي نجي ندير له موا هنايا غادي نجي نقول له لا ولكن راني خليت تما الجوج يعني الموا راه غادي يمشي لي لهنا بكولون وحده وعاودي ينزل لي بجوج غيطيح لي هنا. احنا غادي نديرو الزيرو ونزيدو نفهمو عاوتاني طيب ها هو مشى لي على اليسار وعاود نزل لي بجوج راه الا بغيت ولكن الا بغيت نتحرك هنا الا بغيت نتحرك غير على السطر يعني بغيتو يجي لي لهنا لهنا ويبقى لي في نفس السطر يعني يبقى لي في نفس السطر يعني غادي نحرك غير لي كولون ما غاديش نحرك لي ليني. دونك غادي نجي لهنا غادي نقول له صيرو نقول له سير لي بثلاثة يعني السطر ما تحركوش سير ليه بالكورون حتو الا بغيت ننزل غير بلي كولون او لا نطلع الا بغيت نطلع لهنا نقدر نطلع بناقيس جوج ولا ناقيس ثلاثة ولا نجي لهنا عاوتاني ندير له غير نخلي هنا زيرو هذا ما يتحركش نقول له هنا ناقص جوج ناقص جوج و دونك نمشي لهنا لاحظتوا انه طلع بناقص جوج. الله يخليكم غير هنايا ما راه ما عنده معنى تكون جالس هنا مثلا انت عارف راسك جالس على 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 على, على هادي ما فوق منا والو وتقول له طلع لي بناقص واحد طلع لي للفوق بناقص واحد يعني خصك تكون انت من المفروض ان يعني الطابلو ديالك تكون عارفه. هادي على الاوفسيت يعني بعجاله اشنو درنا هذا هو اللي درنا في الدرس الفرنسيه كيكون شويه مطول انا كيكون هو الدرس الاول كنكونوا كنكتبوا هذا الشيء يلاه بدينا. كنتمنى من الله ان هذا الشيء يكون واضح وإلا كان شي سؤال ولا شي حاجه ما عندكم لاشين عندكم هذه حاولوا تسولوا والله يعاونكم. السلام عليكم. كاين شي سؤال؟